الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت مجلة ميد المعنية بشؤون الاقتصادية أن العراق جاء خامسا بقيمة العقود الممنوحة في الشرق الأوسط في حزيران عام 2021، وقالت المجلة إن العراق احتل المرتبة الخامسة بقيمة العقود الممنوحة في شهر حزيران، مبينة أنه منح عقودا بقيمة 367 مليون دولار، أغلبها كان في قطاع الطاقة. وأضافت ميد أن إيران جاءت أولا بقيمة العقود الممنوحة بواقع 1.190 مليار دولار، تليها السعودية ثانيا بواقع 1.170 مليار دولار، وجاءت مصر ثالثا ثم قطر رابعا وبعقود بلغت 560 مليون دولار. أعلن اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول في تركيا أن العراق كان أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات من تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال الاتحاد إن إجمالي صادرات الحبوب والبقوليات خلال الشهر الستة الأشهر الأولى من العام الحالي سجلت 4,972,430 طن، مسجلة نمواً بنسبة 19.7% مقارنة بالنصف من العام الماضي. وأشار إلى أن العراق تصدر البلدان المستوردة للحبوب والبقوليات التركية بواقع 656,364,000 دولار، تلته سوريا ب 272,008,000 دولار، ثم الولايات المتحدة ب 236 مليون دولار. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وأربيل، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد 147,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147,250 دينارا لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي. هبطت أسعار النفط قرابة 1% لتواصل خسائرها مع استعداد المستثمرين لمزيد من الإمدادات بعد حل وسط بين كبار منتجي أوبك ومع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيلول المقبل 55 سنتا لتصل إلى 74.22 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آب المقبل 72.53 دولار للبرميل، منخفضا بمقدار 61 سنتا. ونزل الخامان القياسيان أكثر من 2% بعد توصل السعودية والإمارات إلى حل وسط من شأنه أن يمهد الطريق لصفقة لتوريد مزيد من الخام لسوق النفط وتهدئة الأسعار المرتفعة. أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن استمرار المفاوضات بشأن إنتاج النفط ضمن تحالف دول أوبك بلس، وقالت الوزارة إن المفاوضات البناءة لا تزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة، وأن الاتفاق لم يجري حتى الآن بشأن إنتاج النفط ضمن تحالف دول أوبك بلس. يذكر أن الإمارات تطالب بسقف مرجعي يقترب من 4 ملايين برميل يوميا، فيما تتحدث مصادر من المنظمة عن مستوى يزيد قليلا على 3.5 مليون برميل يوميا. ختام الموجز بأمان الله.